نائب مراسل الغد محمد طوال. هناك موضوعان محمد، بداية الجسم الغريب الذي تم الإعلان عن اعتراضه، هل تضح التفاصيل أكثر حوله وإلى من يتبع؟ في الحقيقة يعني لم يتم توضيح أي تفاصيل يعني أخرى عن هذا الجسم المشبوه من قبل الدولة السورية، فقط تم الإعلان أن جسم مشبوه دخل الأراضي السورية وتم التعامل معه من قبل الدفاعات الجوية. المدنيون في تلك المنطقة في ريف دمشق الجنوبي الغربي سمعوا صوت مضادات الطيران وتصدي الدفاعات الجوية لهذا الجسم المشبوه وإسقاطه في تلك المنطقة، ولكن يعني لم يتم تحديد أي تفاصيل أو يعني إيضاح ماهية هذا الجسم أو ما هو الهدف أو مصدر هذا الجسم الذي كان يمكن أن يكون هدفه الوصول إلى داخل الأراضي السورية أو في العمق أو استهداف أي منطقة عسكرية. طيب، في الموضوع الثاني، مسألة استهداف القوات الحكومية لبعض العناصر في المسلحة في الشمال السوري، هل من خريطة واضحة لشكل التعامل المستقبلي من قبل القوات الحكومية فيما يتعلق بمناطق الشمال السوري، ريفي حلب وإدلب؟ في الحقيقة يعني منذ مدة وهناك تحضيرات للبدء بمعركة باتجاه إدلب. الحكومة السورية أو الدولة السورية تقوم بإسقاط المنشورات على تلك المناطق، تحذر من بدء المعركة، تطالب يعني الانضمام إلى آلية المصالحات والتسويات، التفاهم مع الدولة السورية لكي يتم تفادي هذه المعركة. القصف الذي يتم حاليا هو قصف مدفعي وصاروخي يستهدف مناطق تجمع قيادات جبهة النصرة، إن كان في مدينة إدلب بالكامل أو في حلب، المناطق التي تواجد فيها جبهة النصرة. يعني تلك محاولة يمكن القول يعني أنها محاولة ضغط على قيادات للسماح للمدنيين بالتسوية والمصالحة، مع العلم أن هناك عدة بلدات في ريف إدلب وإدلب يعني أعلنوا أنهم يعني يريدون المصالحة في إطار يعني طرح فكرة المصالحة داخلية بين المدنيين. وعلى أثر ذلك يعني تقوم قيادات جبهة النصرة في تلك المنطقة بحملة اعتقالات واسعة يعني بهدف منع انتشار فكر التسوية طيب. أو المصالحة في تلك المنطقة، واتهام كافة من يرغب بتلك التسويات أو المصالحات بالخيانة يعني والغدر محمد، بتلك الخصائص. يعني هناك الكثير أيضا من الأنباء المتواترة حول طلب بعض العناصر أو بعض المجموعات المسلحة التواصل مع الحكومة السورية بشكل غير مباشر، ربما عبر الروس. هل من معلومات في هذا الصدد؟ هل من وساطة ربما طرحها الروس على الحكومة السورية لإيجاد حل أو ربما عودة هذه المجموعات المسلحة إلى الدولة كما أشرت؟ لم يتم الإعلان يعني من قبل الطرف الروسي عن طلب من الجماعات المسلحة أو محاولة التواصل مع الدولة السورية، خصوصا يعني أن الحكومة السورية يعني هي على استعداد للتواصل مع هؤلاء الأطراف يعني والبدء بطرح موضوع المصالحة. من الواضح أنه من الممكن أن يكون هناك تسويات عبر الوسيط الروسي كما حصل في الجنوب السوري وفي ريف دمشق، ولكن لم يتم الإعلان عنها. ممكن أن يكون هناك طرح فعلا لهذا الأمر، لكن لم يتم التوافق على تفاصيل، يعني ما زال يعني خطوط عريضة. أتوقع يعني إن كان هناك فعلا طرح لهذا الأمر سيتم الإعلان عنه فور الوصول يعني إلى تفاصيل أخرى أو وضع يعني الشروط من قبل الطرفين. أشكرك جزيلا محمد طوالبة، مراسل الغد، كنت معنا عبر سكايب من